خلال الشعارات المرفوعة الآن. نحن هنا من أجل النضال، من أجل الدفاع على الكرامة، من أجل الوقف أمام الميز التشريعي والإقصاء المتعمد اللي كتنهجو وزارة الاقتصاد والمالية ضد السادة العدول، باعتبار مهنة التوثيق العدلي مهنة العلماء والشرفاء. ولا يخفى على الجميع مكانتنا التاريخية ضاربة جذورها بعمق التاريخ، ولا يخفى على الجميع اختصاصاتنا اللي هي شرعية ولنا قوانين كتنظمنا، وبالتالي من حقنا أننا نوثقوا العقار المحفظ والعقار غير المحفظ والعقار في طور التحفيظ، وكذلك المعاملات الأسرية والمعاملات المالية والمعاملات التجارية. المادة 8 من مشروع قانون المالية 2023 جاء هو ماشي حيف ضدنا احنا كمهنيين فقط، وانما في حق كل مواطن مغربي، بحيث كيتم توجيهه لجهات توثيقيه دون اخرى، وهذا من حق المواطن هو اللي يختار، ويكون معيار في اختيار الكفاءه والمؤهل العلمي وكذلك الخبره. وهذا المشروع الماليه القانون ديال 2000، مشروع قانون الماليه سنه 2023 بالضبط في الماده ديالو 8، هو ضرب للمنافسه الشريفه والمساواه وكذلك لكل ما هو عادل، وبناء عليه وقفتنا اليوم هي الوقفة الثالثة بعد وقفتين كانوا أمام قبة البرلمان، وبالتالي ما زال مشروع القانون المالية قائم، وما زال ما تمش تعديل المادة 8 ديالو اللي كتقصينا من توثيق السكن الاقتصادي والسكن المدعم من طرف الدولة والسكن الاجتماعي. هذه الفئات هذه اللي من حقها كيف ما قلت تختار الجهة اللي بغات باش توثق ليها الخدمات، تقدم ليها الخدمات العقارية ديالها. احنا اليوم هنا ومازال غنعاودوا نرجعوا ومازال غنرجعوا الى ان تتم الاستجابه للمطالب ديالنا. الحضور كيف ما كتشوفوا هو مكثف، وعبر ربوع المملكه من الاقاليم الجنوبيه والشرقيه والشماليه وغيرها من ربوع المملكه، وكذلك من العاصمه الرباط، من اجل وقف هذا الحيف التشريعي اللي ما عرفناش شكون الجهه المستفيده منه. وكنتمناو ان مجلس المستشارين يعدل هذه الماده لما فيه خدمه للصالح العام قبل ما يكون فيه خدمه للمواطن. وقفتنا اليوم هي غيره على بلدنا الحبيب اللي هو دوله الحق والقانون، فكيف يعقل في دوله الحق والقانون ان تهدم حقوق عدول الساده العدول الموثقون؟ وشكرا. باعتبارها مرتبطة بالمصلحة الوطنية، باعتبارها مرتبطة بمصالح المواطنين المغاربة. ثم نذكر أن المهنة اليوم باتت تحمل مستويات عالية في كل التخصصات العلمية، ونفتخر بذلك ونعتز بأن هذه المهنة استطاعت أن تستوعب كل الأجيال. تحية لإيطاليا، قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.